بدنا نسترجع حقنا، وبعتقد الحساب عسير وبالقانون بده يكون بيننا وبينه، ما لح نتركهم لو ضل بيعمل. نيشان ينعي سمر الحاج بتأثر. عائلة منصور الرحباني تفاجئ الجميع بقرارها، والقضاء يتحرك ضد أحلام. نعى الإعلامي نيشان دير هاروتيونيان الإعلامية سمر الحج بكلمات مؤثرة، وفي تغريدة على حسابه عبر موقع تويتر نشر نيشان صورة الإعلامية الراحلة، أرفقها بالتعليق التالي: هالست القوية رحلت الشجاعة المفوهة المثقفة الإعلامية سمر الحاج. سوق القطيع إلى المراعي وامضي إلى خضر البقاع. من جهة ثانية أطلقت أسرة الفنان اللبناني منصور الرحباني قناة رسمية على يوتيوب تحمل كل أرشيف الراحل وتتضمن تاريخه الفني، وذلك بخطوة مميزة لإحياء ذكرى رحيله. وقام الإخوة مروان وغدي وأسامة بإحياء ذكرى منصور الرحباني بضم مئات الأعمال الفنية له منذ منتصف الثمانينات حتى رحيله منذ 13 سنة مضت، حيث تضم أبرز المسرحيات والأعمال الغنائية مرفقة بمجموعة من اللقاءات التلفزيونية المهمة في مسيرته. ألم تكوني ذات يوم شجرة أو نجمة أو غيمة أو مطرة. وتشمل هذه القناة تراث منصور الرحباني شعراً وموسيقاً وألحاناً وأحاديث وأضواءاً على سيرته ومسيرته، لتكون منصة لبنانية وعربية للإرث الكبير الذي تركه منصور الرحباني لجيل اليوم والأجيال المقبلة، إذ تحتوي أرشيفاً كاملاً لتراث منصور المرمم، مع تقديم نسخة مرممة ومعدلة لأعماله القديمة بدءاً من سنة 1986 من كتابات نثرية وشعرية وأعمال مسرحية كاملة، مضافاً إليها مجموعة الأغاني التي كتبها ولحنها وحلقات تلفزيونية قرأ فيها منصور لنخبة من كبار الشعراء، إلى جانب لقطات خاصة تظهر للمرة الأولى من كواليس تحضير مسرحياته. قول عني ما تقول، صبي كم صعب الوصول، قول عني ما. وعلى صعيد آخر، سجلت الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية الكويتية قضيتي جنحة خاصة بحق فنان وفنانة خليجيين ومرافقيهما، وذلك لعدم التزامهم أثناء زيارتهم للبلاد بإجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات لمواجهة فيروس كورونا، وفق ما ذكرت صحيفة الراي الكويتية. ليش أنا أحلام الإماراتية أنحجز وأنحجر 3 أيام؟ ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنه تم تسجيل القضيتين ضد الفنانين بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة، وذلك لعدم التزامهما بإجراءات التسجيل في تطبيق شلونك وبروتوكول الحجر الصحي، مؤكدة أنه تمت إحالة القضيتين إلى إدارة المباحث الجنائية من دون الكشف عن هوية الفنانين. وكانت الفنانة أحلام التي زارت الكويت السبت الماضي لإحياء حفل زفاف أبدت استغرابها واستياءها مما تعرضت له من إجراءات مرتبطة بمواجهة فيروس كورونا ومنعها من مغادرة الكويت قبل انقضاء 72 ساعة، بخلاف الكوبيسي الذي تزامن وصوله مع وصولها إلا أنه تمكن من المغادرة. طبعاً وصلت الكويت أمس في طيارتي الخاصة ورحت، كان عندي فرح. وكانت الشامسي قد أثارت أزمة بسبب مناشدتها أمير الكويت
الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد قائلة: ليش أنا أحلام الإماراتية أنحجز وأنحجز 3 أيام في حين أن الفنان القطري فهد الكبيسي وصل معي في نفس اليوم وغادر في الثاني. وأعلنت بعدها وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها الرسمي على تويتر تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج فنان خليجي من دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحجر الصحي وتطبيق شلونيك.